السلام عليكم يا شباب ويا بنات، كيف حالكم؟ ان شاء الله طيبين. اليوم ان شاء الله راح العب لعبة اسمها ميد اوف سكير، او سيدة سكير زي ما هو مكتوب قدامكم. هذه لعبة رعب نفسي سووها فريق تطوير من مقاطعة ويلز البريطانية. اللعبة اول ما اعلنوا عنها قالوا انها مبنية على قصة حقيقية، بس لما فتحت او لما بحثت عنها شفت ان هي فيها جانب حقيقي بسيط، بس بالغالب انها اسطورة او انها فلكلور بريطاني. راح اعطيكم باختصار الموضوع. الشيء الحقيقي ان في هاوس اسمه هاوس اوف سكير، هذا فعلا موجود في مقاطعة ويلز وموقع قريب من الشاطئ او البحر، ومبني من زمان، من تقريبا 900 سنة من الحين. والهدف البناء كان ان يكون دير او مكان عبادة او كنيسة كبيرة. ومع الوقت يعني مرت عليه امور كثيرة وتغير، يعني تحول لفندق في فترة من الفترات، تحول الى مكان يختبي فيه الجنود لان تاريخ طويل 900 سنة، الى ان في عام 2003 شرى واحد ناسي اسمه، والظاهر انه صار فندق اخر شند تحول لفندق. بس هذا البيت ظل فترة طويلة مهجور، وعادة لما مكان ظل مهجور فترة طويلة تحوم حول الأساطير. فمن الأساطير اللي صارت عليه أسطورتين، يعني مشهورتين. أسطورة كانت تقولوا البحار اللي يقتربوا منه يقولوا كان يشوفوا شبح على هيئة كابتن سفينة، هذه واحدة منها. الأسطورة الثانية أسطورة بنت اسمها إليزابيث ويليام، هذه شبح، يعني بنت أو شبح على شكل بنت معدب وبروكن هارت بسبب أن أبوها حبسها في هذا البيت اللي هو هاوس أوف سكير عشان يمنعها أنها تتزوج واحد تحبه. فهذه الأسطورة الثانية هي اللي تتكلم عنها اللعبة، ولكن هي أسطورة يعني ما أتوقع أنها صحيحة. فبسم الله نبدأ اللعبة. اللعبة اللي يميزها أن فيها زي ما تشوفوا السبتايتل عربي، والأكسنت الإنجليزي بعد جميل في اللعبة بما أن مطورين إنجليز. Dearest Thomas, these are not words I wish to write. My father has learned of our plans, my love. Yet there is more, far worse, that I wish you to understand, but I fear you may believe me taken with madness. My father seeks to use me, as I have come to believe he used my poor mother. He wishes me to sing for him as she did, to become the star attraction that will draw good folk to this accursed spit of land. My refusal to do so has led to my confinement here at Scare Hotel. Stop, Scare Island. I cannot explain further, but ask that you trust me. I beseech you to compose a melody for me, a counter to the song contained within this locket of my mother's. I realize this request will seem strange, that your first thought will be to come straight here. But without your composition, all hope of holding back the darkness gathering here will be lost. Your love, always, Elizabeth. Okay, هذه هي إليزابيث اللي تكلمنا عنها. أظهر القصة أنها يعني تشكي إلى الشخص اللي تحبه أن ينقذها. لا أحد غير الطاهر القلب يمكنه الغناء. هذا حكمة يمكن هذه. ميد أوف سكير. أتوقع ميد خادمة، بس ما ما فيها حفظ ذاتي هذا أو فوتوغراف، يعني ظاهر نفس النظام القديم. قطعة موسيقى توماس إيفانز، تدوير طيب. في
في شي ناخذه. أنا طلعته. أوكي، يعني هو الآن جاب القطار إلى هالمكان هذا. تفحص. طيب ما دام ما في شيء، بس خلنا نشوف ايش في ملاحظات. اجهزة خريطة متوفرة. توجه الى الفندق. يعني لازم تتبع الهدف. الهدف طيب. شكلها لعبة ووكن سيميوليشن، محاكاة. حفل إعادة الافتتاح كفندق أداء خاص من إليزابيث ويل، سيدة سكوت الجديدة، ابنة النجمة المعروفة المغنية برودنس ويليام. تمتع بالسكينة والصحفية. نقطة 30 تشرين. ايه صح، احداث اللعبة في اواخر القرن 19، اواخر القرن يعني قريب بداية القرن 20 تقريبا. لا كيف؟ سكير ركض تضغط سكير بوينت سكير هوتل. والله التحكم لك عليه. ليش ما يلتف؟ السالفة الكاميرا ما تفتر. يتحرك هنا بس هنا. ما يمديني التف. خروج، خلنا نخرج. شكلها فيها مشاكل، هو مشاكل تقنية يعني. طيب استئناف. ايه هنا يتحرك، لما وصلت هناك وقف. كيف علق؟ يعني لما اركض اعلق. ما اركض يعني، مالي الا انه ما اركض. طيب استئناف. دائما اذا فريق جديد تطلع مشاكل تقنية بالهبل. خلاص ما راح اركض، راح امشي عادي لان الركض شكله يخرب التحكم. بس راح اتاخر.
فندق سكير. عشان كذي اتوقع شفت الناس اللي يلعبوها ما يركضوا. لحظة ايش هذا؟ كنفس الاعلان. احذر من الكلب. طيب ما يمدينا افتحها. أو جرس ممكن فيه. يمكن إذا رجعت تصير شيء. أوه في هنا فات في طريق من هنا. هنا تحفظ في ال ما ليش سموه جراند فون. It was no small part due to my newfound fame and fortune that we were able to open Scare Hotel and embark on the charitable work which mother darling, can't you see I'm recording? What have I told you? Never to interrupt when the door is closed. I'm sorry, mother. Well, no harm done. I shall record this again later. But while you're here, my darling, why not sing for me? طيب وعند دخلنا البيت من جنب اتوقع.
اوكي في شيء ضوي قدام. اه هذا هو الكلب اللي قال لك احذر منه. بس كيف اجي من هنا؟ ما في طريق. اوه هنا ما انتبهت. نفس الاعلان. كيف احنا نفس هذا الباب؟ والله لا هذا شكله ما ادري نفس الباب اللي في اللافتة دي. اتوقع هذا هو الهاوس، حتى شكله يعني يشبه اللي شفته في الحقيقة. العربة نفسها، لأن في القرن 19 هذا اللي كان، هذه السيارات عندهم، السيارات في وقتهم هالشكل. أتوقع أدخل من جنب. خلني اشوف اذا في شيء هنا. لا ما اتوقع في شيء. ما ادري انفتح الباب. يمكن الباب انفتح. زي حاطين لهم بواب يعني. كهذا هو فعلا هذا اللي فوق مثل الجملون، هذا شفته موجود في الواقع. يعني شكلهم راسمين البيت بالضبط زي ما هو. أشوف الحين أول سيف بوينت تأخذها، بجرب أركض أشوف يعني تروح المشكلة والله تبقى، عشان لا نطول يعني. Grand Reopening، إعادة افتتاح. حدث الهدف. شوف
أجب على الهاتف. تغير الهدف الحين، يعني شكله برن تلفون الحين. هذا هو خريطة. هذا هو التلفون. إنه أنا توماس. توماس، my Thomas. You do not know how wonderful it is to hear your voice. مكتوب في رسالتك. I prayed that you received it, hoped that you would come. I know my request must have seemed strange, and I fear it was all for naught, that everything has changed now. ما الذي حدث؟ I do not have the words or heart to voice it. It is far too terrible to recount. Please be careful, my love. This place is no longer safe. أين أنت؟ I'm safe upstairs, but I cannot leave the attic. I've had to lock and bar the door, hide away from the others. من هم الذين تختبئين منهم يا إليزابيث؟ My father and uncle, the staff. They have been beguiled by the darkness that inhabits this place. They are no longer themselves, but stalk these halls, attacking anyone that makes a sound. Please, Thomas, listen carefully. Together we can put a stop to all of this. My father made recordings on brass cylinders of a song, a strange melody that affects the mind. Play. If all of the cylinders are played together on the harmonium, this madness will end. You need to find them and bring them to me. أبحث عن أسطوانات، يعني بحث عن أسطوانات في أرجاء الفندق. هذه شكلها أمها، برودنس اسمها. ملاحظة إسحاق عن البروفة نهاية حفل إعادة الافتتاح الكبير 1897 تحضير تأجير المزيد التحقق من تهيئة خشبة المسرح. طيب سجل. يعني أنا سيفت الحين. طيب ملكة فيكتوريا
التنين الويلزي. طيب فندق سكير هذا بولدك البولدك الانجليزي. فيه لاج مو طبيعي مر من اللعبة و الإعدادات يمكن عالية ما أدري. خلنا نشوف أركب فوق وإذا مقفل أروح على هذاك الجناح اللي فتحته. ما في شي فوق. هو ما هو طابخ اصلا بس جي. فأكيد الطريق هنا لحظة الجناح الشرقي تواليت ريسبشن. اوكي هذه غرفة الريسبشن اذا كنت اضرب الجرس هذا. شكل هالعائلة ثياتر كيتشن ما مش فايدتها. مانجر اوفيس شاب المصلى التواليت هو الرعب عادة كله يصير في هالمكان. قطعة موسيقية توماس إيفانز لايكم استعمالها. أوه لازم كان محتاج مفتاح.
اوكي انا احفظ عشان مدينة اركض. Inside again. Father, she still pines is all. She misses. I'll give it a reason to pine. Come here, you mutt. Abraham, where is that useless brother of mine? Father, please, she just misses mother. Abraham, I'll be rid of this dog once and for all. الله أبوها حتى. حيوانات مو سالمة منها. ايزاك ويليامز ما يمكن هذا هو ابوه، يعني ما في شيء هنا بس حفظ. رجعت المشكلة. زين اني سيفت، اتوقع اني ما يمدينا اركض في هذه اللعبة. عادة بد من الحفظ. قلت لازم احفظ اول واشوف يمدينا اركض او لا. اوكي زين. ما يمديك تركض في اللعبة. بس ما ادري اذا لحقوك كيف. مشكلة يعني. Can anyone hear me? Who's there? Who are you? Thomas Evans. Henry Hughes. You must get me out. Hurry, we must get this door open. لماذا حبسوك في هذه الغرفة؟ ما ليش ما يسمعون صوت البطل؟ Clearly rogues. They're trying to kidnap me. Please hurry, do something. سأحاول أن أعثر على مفتاح. What? No, no, don't leave me. They might return any minute. Oh, do something. I can't break it down from my side. ابتعد عن الباب. وشكله بيكسر الباب. Good. Try again. Harder, man. Throw yourself into it. Wait. Come on. إنهم قادمون. Oh God, please no. No, don't do this! Whatever you want, I... قتلوه شكله. وش هذا؟ ما ادري ايش صار بس شيء طاح او شيء. اوكي هذا شيء ممكن. هذه
لحظة باب هنا. جميع موسيقية. لحظة شو يقول؟ هذا ما كان موجود. هذا ليفت ليفت هذا ما ادري وين جابنا. كان سيف set of lungs as your mother. How dare you? Get out. Get out of here now. طب هذا هو أبوها شوف. يا ساتر هذا كان صيح شوف هذا قتلهم شوف كان واضح. بس والله اللعبة شكلها يعني مش قوية يعني حتى لو انهم حاطين عربي. تحدث الهدف اتبع الرجلين. منشط بلودون عصبي علاج
أقول اتباع الرجلين بس ما أدري كيف يعني. ما أنا شايف طريقة يعني. صاير شوي مظلم، ما أدري إذا أقدر أضوي شوي السطوع. أنا ما أتوقع يفرق شوي يعني، بس اللعبة يعني فيها مشكلة، أو يمكن أنا اللابتوب عندي. يمكن من هنا. يكستر ديفون فيها زوجان كبيران بالسن. طيب تكمل الخريطة. اي هذا هو صح. الحين مدينة اتابعهم صح، اتبع الدم و... التلفون. أنا بعدنا عنه. ايه هنا اوكي. اليزابيث هل هذا انت؟ هل انت بخير؟ I'm here. There was someone else in the attic outside the door, but I think they've gone now. يوجد رجل اخر هنا، هل تعرفينه؟ I don't. But you must look to yourself first, Thomas. If you should be caught too. Seem to be drawn to sound. You must remain quiet. Okay, dear God, that's horrific.
I dread to think of you being snatched like that too. Our one hope of helping him, helping all of them, is finding the cylinders. لا يستطيعون العميان. Okay. But why? What do you think is wrong with them? I knew the noise attracted them, but what happened to their faces? Please, take the utmost care. And if I don't answer, it means I've had to hide, that they've come back. Finding the cylinders is our best hope. طيب وش اللي أخذنا؟ لحظة، المقتنيات. في 20 منهم. ما ادري ايش فائدتهم، احنا نبغى اسطوانات بس لحد انا والله خوف اني يعني فوتهم، اني مريت عليهم ولا شفتهم. يا ساتر ايش هذا؟ مكان سري. حبس الأنفاس R2. لازم تحبس أنفاسك. طيب هنا يقول لك مسدود الطريق، خلينا نشوف. اوكي هناك هنا في طريقين. لا الله علق. علق مشكلة هاللعبة. هنا راح يكون مسدود. امشي على جنب. هذا مع المشكلة هذه يعني ما بنقدر نكملها اللعبة. ما اقدر اضيف خلاص. شكله هذا
Yeah, I'd love to check it. والله مش كده، شوف هالشي اللي يده وحطها يمكن تنحل هالمشكلة. لا والله ما تنحل، خلاص تعلق الكاميرا اذا يعني تستعب، بس لازم لك وكعادة بدلا الحفظ. بعيد، شوف من وين، مشكلة. يعني هذه اللعبة لا يمكن إكمالها بهالشكل. شوف من يوم جاء أخذها علق. لا لا خلاص فيها مشكلة تقنية مع الأسف. اوكي يا شباب، هذه كان جزء من اللعبة، ما اتوقع اقدر اكملها بهالمشكلة هذه. اتمنى هذا الفيديو عجبكم، نشوفكم على خير في امان الله.